تطغى شخصية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أحداث الأزمة الأوكرانية ومشاهدها الميدانية والإنسانية، فمنذ أول خطاب له بعد الحرب أثارت شخصية ومظهر وخطابات زيلينسكي الكثير من الجدل والعديد من التساؤلات. نتابع في هذا التقرير. لا يغير لون قميصه في كل خطاباته عن الأخضر بدرجاته، لكنه يغير زوايا التصوير، الأداء الصوتي وتعابير الوجه بين كل خطاب وآخر، وما أكثر الخطابات. يعتبر الكثيرون أن ماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كممثل يلاحقه كإشارة على نقص الخبرة السياسية، لكن منذ أن بدأت الحرب اتضح العكس، فبدا أن مرحلة التمثيل في حياته كانت كفترة إعداد ساعدته عندما حان الوقت لأداء دور العمر على مسرح السياسة العالمي. فولوديمير زيلينسكي الحاضر يومياً على شاشات البرلمانات والمنظمات اعتاد هذا التصفيق الحار في السابق على خشبة المسرح، ورغم درامية الواقع لم ينس مهارة التمثيل. التمثيل ليس المقصود به الادعاء بقدر ما هو استحضار المشاعر في وقت الحاجة إليها وكتمانها عند الحاجة لإخفائها، فيستدل البعض على قوة أداء زيلينسكي بالنظر إلى مشاركته قبل سنوات في برنامج الرقص مع النجوم. رأى النقاد حينها أنه لم يكن راقصاً بارعاً، لكنه تحايل على سوء الأداء بقوة التعبير بملامحه ونظراته المدروسة للكاميرا، فهو يفرق جيداً بين الكلمات الموجهة للسياسيين وتلك التي تخاطب الشعوب، فيحضر لكل كلمة مثلما كان يجهز الشخصية لمشاهده، يعلم متى يوجه النداءات العاطفية، فلا يتوقف عند السلام الرسمي المعتاد، بل يعانق القادة السياسيين لإشعارهم بأن بلاده بحاجة للدعم، وهي ذات النغمة التي يستخدمها للتأثير على القيادات الغربية ونواب البرلمانات، مثل مكالمته مع قادة الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الحرب التي غيرت موقفهم المتردد من فرض العقوبات على روسيا، المكالمة التي أنهاها قائلاً إنها قد تكون المرة الأخيرة التي نراه فيها على قيد الحياة. لكنه يصل إلى ذروة الأداء حين يخرج من عباءة الخطابات الرسمية إلى الارتجال في شوارع العاصمة كييف أو أروقة القصر الرئاسي، حينها يصبح بطل ومصور ومخرج المشهد باستخدام هاتفه الشخصي، ورغم أنه يستطيع أن يطلب من أحد معاونيه أن يصوره، لكنه يفضل كاميرا السيلفي مركزاً على زوايا تظهره أكثر قوة. يدرك أيضاً أن مظهره أحد أهم أدواته، بداية من اللحية إلى القميص ذي اللون الواحد الذي يحمل الكثير من المعاني ويجعل مظهره أقرب للجنود واللاجئين، كما يظهره كصوت الشعوب بين أصحاب ربطات العنق، يتجول وسط جنوده بين مناطق منكوبة لا تزال تحت التهديد، يبتسم للجرحى في المشافي، من يمكنه بعدها أن يتذكر أي تقارير سابقة عن فساد أو سوء إدارة. فزيلينسكي يعلم من خبراته كممثل أن الجماهير تتعاطف مع بطل الرواية، وهو يستخدم كل أدواته منذ أول أيام الحرب ليكون هذا البطل. منا مصطفى، الحدث. وللحديث أكثر عن شخصية الرئيس الأوكراني تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة سالي حمود، الأستاذة الجامعية في الإعلام والذكاء الاصطناعي. دكتورة سالي، مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك معنا في استوديو الحدث. لنبدأ من السؤال الأكثر تداولاً دكتورة سالي، هل فعلاً يستخدم زيلينسكي مهاراته التمثيلية في خطاباته أم هي فقط اتهامات موجهة له؟ هو إذا ما نحكي عن زيلينسكي خلينا نحكي عن المهارات الإعلامية التي يملكها، يعني نعم. التي إذا بدنا نقول هي أكبر من المهارات التمثيلية اللي عنده إياها. نعم. أظن استراتيجية زيلينسكي بالحرب يلي هلأ عم تعيشها أوكرانيا مع روسيا حالي تدرس بمجال الإعلام، لأنه يعني الاستراتيجية اللي تحضرت باستخدام الإعلام الرقمي وبالضغط على الجامعات الدولية
وبالضغط على الشركات اللي بنقلها الستارت اب كومبانيز والتواصل مع المؤثرين بمجال التكنولوجيا، هي استراتيجية هو قدر حطها وخطها، بعدين قدر استخدم مهاراته التمثيلية. لأنه مهارات التمثيلية من دون استراتيجية محددة ومن دون استخدام الإعلام الرقمي الجديد تبقى ناقصة، لأنه نحن بنعرف بالسياسي هناك الكثير من التمثيل. نعم. لما يكون في تقنيات متناسبة مع الجمهور اللي عم يتوجه له زيلينسكي، واللي ممكن يعني كل قادة العالم عم تتوجه له بهيدي الأيام، وكل أصحاب المؤسسات الكبرى عم تتوجه له اللي هي الشباب، فهو عم بخاطبها بلغته، وبظن أنه نجح بتشكيل رأي عام عالمي، يعني قدر يقلبه لهذا الرأي العام بطريقة تشكيله بالقضية مع روسيا، لدرجة أنه فعلا العالم نسيت قضايا تتعلق بالتاريخ، الصراع الروسي الأوكراني، الفساد اللي كان شوي ببعض الأوقات حوله، فصار هو بشكل علامة إشهارية براند. نعم. رئيس زيلينسكي. طيب دكتورة، هل كان من السهولة أن يستغل هذه التقنية أو الذكاء الاصطناعي، أم هو قام فعلا يعني بذل جهد لكي يستغلها في هذه المرحلة الحساسة من عمر أوكرانيا؟ لا طبعا هو بذل جهد كتير كبير. نعم. واللي إذا بدنا نراجع شوي نحضر أو نتابع الحملة الانتخابية تبعه لرئيس زيلينسكي. نعم. يلي هلأ رئيسها كان الوزير الحالي للديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي بحكومته، واللي هو كمان نائب رئيس مجلس الوزراء، فإجا بطاقم عارف إذا بدك الأكو سيستم، النظام البيئي يلي موجود بالعالم هلأ، يلي تحول يعني المجال العام السياسي اليوم بكل العالم. نعم. مجال الحروب والسلم والثورات أو ما يعرف بالثورات وغيرها، تحول من المجال العام المكاني، المجال العام البرلماني وغيرها، لحو مجال عام افتراضي إعلامي. يعني اليوم بنلاقي الأدفوكاسي والمناهضة واللوبينج عم بتصير كلها على الهواتف الذكية. نعم. فأنا بعتقد أنه هو لا كان عارف جدا شو عم يعمل، استغل هيدا الشيء. يعني نحن هلأ عم نعالج موضوع أو إذا بدك حالة زيلينسكي بعيدا نوعا ما عن المجاذبات السياسية. صحيح. نحن عم نحكي بشكل موضوعي حول استراتيجية إعلامية رقمية اللي استخدمها، يلي قدر بشكل كتير قوي يعتم القضية أو إذا بدك الرأي الروسي. يعني اليوم الإعلام الرقمي. نعم. يستخدمه، سيطر على أي مجال ممكن الرئيس بوتين يستخدمه. نعم. دكتورة سالي، هذا ما يفسر أن مستشاريه أيضا يحذون ذات الحذو؟ أكيد طبعا. نعم. لأنه حتى الفند ريزنج يلي عمله، عمل حملات تبرع لأوكرانيا. نعم. عبر تقنية كمان أكيد طبعا أونلاين، بيشيل بالكريبتو كارنسي. نعم. وهو حتى بلده بحرب بين حوالي الأسبوعين أو أكثر. نعم. وافق على قرار بيتعلق بالسماح بمزاولة إذا بدك واستخدام الكريبتو كارنسي بأوكرانيا. وكمان هو عمل شغلة كمان لازم نقف عندها، مش بس مستشارينه. بتعرفي بزمن الحرب في كتير تعبئة عسكرية، تعبئة. صحيح. لوجستية. صحيح. هو عمل تعبئة بمجال الإعلام الرقمي، يعني جاب متطوعين بمجال التقنية الرقمية والإعلام وغير الإعلام، لأنه كمان كان عم يضغط على تيم كوك اللي هو الرئيس التنفيذي لأبل، إيلون ماسك. يعني هو إذا بدك أنا بقولها يمكن أحرجهم. لأنه أحرجهم قدام العالم وعلى الملأ. طيب هذا يحتسب لصالحه أم ضده دكتورة ما قام به من حشد أو تعبئة؟ أنا بتصور أنه اليوم بيقولوا في مثل إنجليزي بيقول all is fair in love and war، فكل شيء مباح بالحرب. نعم. فهو بعتقد أنه استخدم الوسائل الجديدة. نعم. يلي نحن يمكن بعدنا معودين عليها بمجال التواصل، بعد فترة معينة تعودنا عليها بالمجالات التجارية، هلأ عم نشوفها حاضرة بشكل كتير قوي. نعم. بالمجالات السياسية. نعم. اللي هي تتعدى الثورات يلي صارت بالبلدان العربية. طيب في كثير من خطاباته أيضا دكتورة سالي يستخدم تقنية التصوير الذاتي، السيلفي احنا مثل ما نقول، هل هذا أكسب تعاطف الناس أكثر؟ يعني بشكل عام إحنا بنشوف الرؤساء حول العالم يجلسون بقاعة. صحيح. بتصوير متقن، القاعة مؤثثة بشكل لائق، هو يقوم بكل بساطة بتصوير نفسه بالسيلفي، هل أكسب قلوب الناس أكثر؟ طبعاً لأنه أنت اليوم بالرغم من نشأة الإعلام، وبتعرفي هلأ صار في عنا ظاهرة الإنفلونسرز أو المؤثرين. نعم. واليوم ما فينا نقول نحن أو ننكر أنه هذا الرئيس صار مؤثر بشكل كتير قوي بالمجال السياسي. نعم. بالساحة العالمية.
فهو لما عرف كيف يستخدم الزوايا مثل ما ذكرته بالتقرير، عرف كيف يفرج الناس انه هو قريب لها. يعني هو لما اذا هو نازل على الساحات عند الجنود او عند الجرحى او عند الناس وماشي بالطرقات وفي كاميرا عم بتصوره، نعم، انا وانت اذا شفناه حنحسه انه هو عنده نوع من الفوقيه. صحيح. على العالم. صحيح. فهيدي اكسبته نوع من الحميميه مع الشعب. الشعب مش بس باوكرانيا، لانه هو كان عم يحكي خطابات باللغه الروسيه وكان عم يحكي خطابات باللغه الانجليزيه. يعني هو كان عم بيحكي بلغه الناس وعم اذا بدك عم بينوع بخطابه. نعم. لما يحكي مع المجالس الرسمية. نعم. بكون عم يستخدم خطاب معين ومصطلحات معينة وطريقة معينة حتى كان غير تقليدي فيها. يعني نعم. لما كان مرة بمؤتمر صحافي واستبدل البوديوم أو المنبر، شال كرسي وقعد صار يحكي مع الصحفيين بكل بساطة، بكل بساطة، حسنا كأنه هو صحفي بين الصحفيين. مية بالتيشيرت. نعم. اللون اللي اختاره. دكتورة قلتلي وقفتي عند التيشيرت، يعني أنا من الناس تسألت أنه هو ما عنده غير هذا التيشيرت. صح. يعني نفس التيشيرت الألوان تقريبا هي ذاتها. صح. من بداية الحرب وحتى الآن، هل هناك رسالة يود طبعاً أن يوجهها أم ماذا؟ هو مش رسالة، هو شوفي بالإقناع. نعم. يلي هو الإعلام مبني عليه إلى حد ما، الإقناع أنه يعني يقنعك تشوفيه ويقنعك تسمعي ويقنعك بالفكرة اللي عم بجرب يقلك إياها. نعم. فالإقناع جزء كتير منه مرتبط بالحواس طبعنا يلي هي بتحرك عواطفنا. فهيدا التيشيرت بهيدا اللون، وتيشيرت بتحسيها أنه يعني منا عسكرية لحتى تنفر الشعب منه. صح. هي طبيعية بس لونه داكن بيلبق مع لونه، لون وجهه اللي صار هيك. نعم. تعبان حتى هي يعني هي متناسقة مع لون ملابس الجنود الأوكرانيين أيضا. 100% بس ما اختار يلبس لباس رسمي. نعم. لأنه عباله يعني بده يفرج الناس أنه هو ما عم بيكون عنده وقت يلبس ثيابه، هو طبعا عم بغيره. نعم. هو ما عنده وقت يقدر يختار، واللون. نعم. له تأثير كتير، يعني احنا بنعرف الألوان قديش لها تأثير. فالتيشيرت هي شيء ممنهج أكيد استخدمها الرئيس الأوكراني دون شك، وصارت أشهر أو إذا بدك بشهر التيشيرت مارك زوكربيرغ. صحيح. لما اعتمد. صحيح. والترتل ناك تبع ستيف جوبز. نعم. فهيدي اليوم الإعلام يعني اللي عم قلك صار علامة إشهارية، براند. نعم. صار براند بحد ذاته زيلينسكي. نعم. اليوم فالعالم ما بتتذكر إلا هيدول القصص بالإعلام. طيب سؤال أخير دكتورة ساري، الإيحاءات أو الإيماءات يعني إن صح التعبير تسميتها في وجهه، هل هي مبالغ فيها أم هي حقيقية؟ يعني أحيانا نحس كأنه هو دا يمثل عند دور مسرحي، وأحيانا نحس كأنه هو فعلا يعني يخاطب الناس بشكل عفوي، ويعني عفوي، خليني نسميه عفوي. شوفي بصراحة يعني من يعمل في السياسة بيعرف أنه العفوية حتى بتكون عم يتدرب عليها أو بتكون تمثيل. يعني اليوم ما في مجال للعفوية بالسياسة خصوصي بهيك وضع. نعم. هو يعني ممثل بالنهاية كمان، يعني هذا الشيء بيلعب دور كتير كبير. نعم. واللي بيساعده أكتر وبتصور إنه العالم تقبلوه من قبل ما يكون رئيس، لأنه النسبة اللي نجح فيها كانت صراحة غريبة، يعني 73% 73%. نعم. فالموضوع إنه هو عم بيمثل، أنا بتصور إنه طبعا عم بيمثل، بس هل هذا الشيء بيلغي مصداقيته؟ أنا ما فيني أقرر طبعاً، إنه إذا هو شخص عم بيمثل وعم بيحط جهد إنه بالتواصل مع الجمهور العالمي وجمهوره، أنا بعتبرها شيء جيد. نعم. يعني لأنه بالسياسة ما في سياسة بدون تواصل واتصال وإعلام، بس هو عم يستخدمه بالشكل الصح بغض النظر، أجين برجع بقول بغض النظر. نعم. عن الحيثيات السياسية اللي نحن أكيد مش عم نفوت فيها. نعم. هل عم بيمثل؟ دون شك عم بيمثل، عم ينجح بالتمثيل؟ بتصور انه نجح كثير منيح بالتمثيل. دكتوره شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات، خاصه الايضاح المتعلق بلغز التيشيرت اللي يلبسه كل يوم هو نفسه. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ووجودك معنا ايضا في الاستوديو. شكرا. الدكتوره سالي حموده الاستاذه الجامعيه في الاعلام والذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك. شكرا.